السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. كما أرحب في البداية بفضيلة الشيخ عصام تلمة أحد علماء الأزهر الشريف، أهلا وسهلا بك يا مولانا. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. مشاهدينا الكرام، أذكركم بأرقام الهواتف اللي هتنزل حالا أمام حضراتكم على الشاشة، واللي من خلالها تقدروا تكلمونا من أي مكان في العالم وتقولوا لنا أسئلتكم على الهواء مباشرة، ومن لم يستطع الاتصال بنا من داخل مصر عليه فقط أن يرسل رقمه على صفحة يستفتونك، وإن شاء الله فريق الإعداد يتواصل معه عبر هذا الرقم توفيرا على حضراتكم. ليس هذا وفقط، بل أيضا هناك خدمة الواتس آب متاحة للجميع، أسئلة مكتوبة فقط وليس اتصال، وأيضا خدمة البث المباشر على صفحة الشيخ عصام وصفحة الشخصية وصفحة قناة مكملين الصفحة الرسمية. كل هذه الخدمات مشاهدينا الكرام تحت أمر حضراتكم لاستقبال أسئلتكم مسموعة ومكتوبة على الهواء مباشرة. موعدنا يتجدد هذا الأسبوع مع الكتاب وشرح الكتاب، مع كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية. اليوم موعدنا مع الفصل الثاني، وبعض الأمور سنقف عليها في هذا الفصل مع فضيلة الشيخ عصام تلمة. فضيلة الشيخ عصام، تحدثنا عن كيف نتعامل مع السنة النبوية، وحضرتك أسهبت في المقدمة وشرحت لنا مقاصد الكتاب. بعد ذلك دخلنا إلى الفصل الثاني وهو واجب المسلمين نحو السنة، إن كانت هناك افتتاحية قبل أن ندخل في الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. طبعا قبل الدخول في شرح هذا الفصل من الكتاب، أحب أن أنوه على شيء مهم جدا. أمس كان هناك سؤال لأحد الإخوة، لا أدري من بلجيكا ولا منين، النساء اللي هو عايز يورث أخته، شقيقة وأخت لأم، وأخطأت في هذه الإجابة. يعني بعد ما رجعت وأحد الإخوة أيضا راسلني، نعم، أنا قلت كذا، فقلت له لا، هذا الإجابة فعلا خطأ، وإجابة الأخ التي يعني ذكرني بها جزا الله خيرا، لا، الإجابة التي أجبتها خطأ. يعني الأخت، إجابة الأخت الشقيقة صحيحة أنها تأخذ النصف، نعم، لكن الأخت الأم لا تأخذ النصف، إنما تأخذ السدس. أيوة، فهذا ما أخطأت فيه فأصحح. وكان الأخ عايز ورث في حياتي أصلا يعني، وأنا قلت أن يأجل أفضل، ولكن إذا قرر فالميراث يكون ميراثا شرعيا، فالأخت الأم لا ترث النصف كما ذكرت، أنا أخطأت في ذلك، إنما ترث السدس. أيوة، وقال ليس له إلا الأخت الشقيقة والأخت الأم، وبقية التركة تعود إلى الأخت، نعم، الشقيقة ما تبقى. والفقهاء في هذه المسألة هم فيها رد، يعني بحيث أنها تتوازن، فبتأخذ الأخت الشقيقة ثلاثة الأرباع، والربع تأخذه الأخت لأم، يعني نعم، الأصل القسمة الأصلية بتاعتها هو سدس. أيوة، ولكن في المسألة رد، قصة طويلة في الحسابات يعني، نعم، ولذلك بتعمد في مسائل المواريث أن الأفضل يكون السؤال قبلها، أو إن الناس تذهب إلى المحاكم، المحاكم تأخذ بالتشريع الإسلامي، نعم، في المواريث. تمام، هذا فقط من باب التنويه حتى لا يعني ذكر أخ يعني لازال يتابعنا، نعم، فعليه أن يعني يأخذ بهذا الرأي ويأخذ بهذه المراجعة فيها. كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط أو ضوابط ومحاذير كما قال كتب معالم وضوابط لشيخنا الشيخ القرضاوي. في هذا الفصل يتكلم عن إن المسلمين عليهم واجب تجاه، نعم، السنة النبوية، وأن يراعوا هذا الجانب. والحديث النبوي الصحيح اللي هو الشيخ اعتمد في شرحي على هذا الفصل، أيوة، قوله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فئات الناس أو أهل العلم أو من ينتسبون العلم الذين يتعاملون مع السنة النبوية المطهرة، وأنهم أربعة أصناف أو الصنف الرئيسي الأهم، أهل العلم، هناك صنف على الحق أو على العلم، وثلاثة أصناف عكسه. قال في صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، نعم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني بيّن أن حملة السنة الحقيقيين والذين يرعونها ويراعون فهمها وأسانيدها والعلم بها والإدراك لمرامي النصوص سندا ومتنا وفقها هم فئة أهل العدول. نعم، العدول أي الذين يعلمون السنة صحيحة، يعلمون السنة ما لها وما عليها في الأسانيد، دراسة الأسانيد والمتون والمعنى الحقيقي لشرحها. نعم، دور هؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ ينفون عن السنة ثلاثة مخاطر،
خطيرة، ينفون عنه انتحال تحريف الغالين الذين يحرفون السنة. هناك من يغالي في السنة فيحرف، يحرف من باب الزيادة، من باب التشدد، من باب التزيد في السنة، فمن باب الزيادة يزيد فيها ما ليس منها. نعم. من باب الحب أو دعوة الحب، ولكن الحب للنبوة ولميراث النبوة يكون بالحفاظ عليها. السنة أن تأتي بها كما فعلها محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه لا وسلم. تزيد ولا تنقص، لا تزود ولا تنقص. زي بعض الناس، طيب التسبيح 33 35 زود، ليه بتزود؟ لوقت ختام الصلاة لا، لو كان في خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ناس روح مزودة في الأذان، بعد الأذان بأدعية أو بشيء لم ترد ويجهر بها، ده وفي ناس تزود في الأذان نفسه شيخ عصام لفظ سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فكل ده تزيد، تحريف، زيادة. والقرآن حفظه الله عز وجل برعايته، فقال تعالى في سورة الحجر الآية 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. تعهد الله بحفظ القرآن، وقال العلماء من حفظ القرآن حفظ السنة. نعم. لأن السنة هي التي تشرح القرآن الكريم وتفصل مجمله وتوضح مبهمه وتحل غامضه، هذا دور السنة المهمة في هذا الأمر، ودور ليس بهين. نعم. فهذه مسألة مهمة، إن بعض الناس للأسف من باب المغالاة على الناس يعني يحرف تحريف الغالين وانتحال المبطلين. أيوه. انتحال المبطلين وضع أحاديث ليست من السنة، ولذلك اشتهر في العلماء بين العلماء أن العلماء اجتهدوا في تنقية السنة من الضعيف والموضوع والصحيح، رأينا هذا من القدم، لذلك قال عبد الله بن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أيوة. إن أعظم شيء قام به أمة المسلمين الإسناد، اللي بعض الناس يقول لك إيه عن 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 عن. أيوة. وأسخر. طيب ده لولا العن عن عن دي، العنعنات دي كلها، ها ما استطعنا أن ننقي وننقح السنة. نعم. لولا الإسناد لقال من شاء، لولا أنك النهاردة بتقول واحد منين، مين اللي انت نقلت عنه؟ هتقول والله نقلت عن شيخي فلان الفلاني، يوم العلماء يجيبوا تاريخ شيخك ده. أيوه. صادق ولا كذاب، ذاكرته قوية ولا ضعيفة، نقله ايه، شكله ايه، علمه ايه، يقول لك ده رجل صحيح، ده حديث صحيح. ولذلك قال ايضا احد ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ده قول ابن سيرين. ايوه. وحينما قال احد الناس، كان واحد بيضع الاحاديث ويحرف، فالخليفة بيعاقبه، فقال له: وماذا ستفعلون في 20,000 حديث وضعتهم؟ ده أنا وضعت 20,000 حديث ألفتهم. قال: ينخلها العلماء نخلة. فتدور العلماء فعلا، وفعلا وجدنا كتبا هائلة عنيت بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، تبدأ بالإمام ابن القيم في المنار المنيف ومن قبله، ثم مرورا بقى بكتاب الموضوعات للسخاوة، ثم بعده تبدا تدخل في كتاب الشوكاني وكتاب ابن عراق وكتاب يعني عدة كتب في هذه الابواب، و الامام العجلوني ايضا له كتاب كشف الخفاء. كل هذا اهتم بما اشتهر على ألسنة الناس صحيحا وضعيفا أو بالموضوع. نعم. الأحاديث ثم ختاما بالشيخ الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع وأثرها السيء في الأمة. نعم. وأتى بعده من كتب النافلة يعني للشيخ أبو إسحاق الحويني ومقبل الوادعي، على الخلاف في بعض أفكار لكن في علم الحديث متخصص. نعم. وطبعا الشيخ الأرناؤوط في خدمته، والسنة بوجه عام خدمت. نعم. من أول إمام البخاري الذي وضع يعني لينفي كل انتحال من المبطلين، ماذا وضع؟ وضع صحيح البخاري، ثم الإمام مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله، ثم السنن أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي. نعم.
ومسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير إلى المسانيد والكتب المهمة، مسند ابن أبي يعلى إلى آخر مسند أبي يعلى آسف إلى آخر هذه المسانيد المهمة اللي جاء العلماء وخرجوها. نعم. جاء الإمام الحافظ العراقي وخرج أحاديث الإحياء وخرج أحاديث أخرى والكشاف للزمخشري، وجاء آسف الحافظ العراقي خرج أحاديث الإحياء، لكن الزمخشري خرجه ابن حجر، وغيرهم العلماء ظلوا يخرجون الأحاديث ويعني ينخلونها نخلة. نعم. إلى المعاصرين رأينا مسند أحمد مجموعة اشتغل عليها الشيخ شعيب القرنوط ويعني رفاقه، ورأينا السلسلة الصحيحة والضعيفة وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي للألباني والأرناؤوط والعدد من العلماء، جامع الأصول لعبد القادر الأرناؤوط، مسند أبي يعلى لحسين سليم أسد، مسند الدرمي له كذلك لحسين سليم أسد إلى آخر الكتب التي خدمت. فالنهاردة حتى مؤخرا صدر مستدرك الحاكم، خرجه مجموعة الأستاذ عادل مرشد ومعه إخوانه اللي كانوا شغالين مع الشيخ شعيب الله يرحمه. السنة يوم ورا يوم بيخرج مؤلف جديد تنخل فيه النصوص وتخرج وتدرس دراسة كاملة مستوعبة، ويميز فيه بين الصحيح والضعيف، بين الموضوع وغير الموضوع. تمام. من بقية درجات اللي هو علم مصطلح الحديث، علم يعني الحديث ودراسة الأسانيد. نعم. احنا كده تكلمنا في تحريف أهل الغلو وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تأويل أهل الجاهل، باقي تأويل الجاهلين، الناس الجهال الذين يؤولون النصوص، يعني سواء تأويلا بتزيد أو تأويلا بنقص، زي ما نلاقي بعض الناس يشرح النصوص السنة ويأول تأويلا ليست على قواعد اللغة ولا على قواعد العلم، على مزاجه كده. بنشوف ده في الحداثيين المعاصرين، بعض الليبراليين العلمانيين اللي هم بيدرسوا أو العلمانيين اللي بيدرسوا نصوص السنة وليس متخصصهم، وليست الدراسة بهدف الخدمة بقدر ما هو الدراسة بهدف التشكيك. أي. مش ده سمة غالبة في العلمانيين، لكن فئة منهم تتعامل مع السنة بهذا التعامل، ولذلك أيضا رأينا من يتصدى لهم. رأينا هذا في العصر الحديث، محمود أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية رد عليه الشيخ مصطفى السباعي بكتابه السنة ومكانتها في التشريع، ورد عليه الشيخ محمد أبو شهبة في على هذا وعلى غيره في كتابه دفاع عن السنة ضد مطاعن المستشرقين. نعم. ورد عدد من الناس على الأحاديث التي تنتحل أو تؤول تأويلا باطلا على غير علم صحيح. نعم. كل ده يدل على واجب المسلمين نحو السنة النبوية. بماذا؟ إن عليهم أن يخرجوا العدول أهل العلم الذين ينفون عن السنة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه تمام. أصناف ثلاثة لها مخاطر على السنة، على الأمة في هذا الأمر أن تقوم بدورها، لذا فرض كفاية. أيوه. على الأمة جميعا، إذا أهملتها تأثم الأمة جميعا، يعني نعم. علماء الحديث يقومون بفرض كفاية عن الأمة. أيوه. في القيام بهذا الدور، لأن بعض الشركة إيه؟ هنجيب ناس حفيظة، ناس بتدرس سند، ما خلاص، لا مش خلاص. هذه الوظيفة أو هذا الواجب فرض كفاية على الأمة، لابد أن يفعلوا هؤلاء العلماء فرض كفاية عن الأمة. يجدوا ما يعينهم من أقواتهم، نعم، عليهم أن يأخذوا من أموال الزكاة ومن أموال الصدقات ليتفرغوا لذلك، ليتفرغوا لهذا العلم. مش معنى لك يعني ما أطيع مش ما أطيع، لا، هذا دور علمي. زي ما بيقعد ناس في المعامل تخترع وتكتشف، هؤلاء في معامل الحديث يشرحون النصوص ويشرحون الأحاديث ويدرسون دراسة كاملة، وهذا خير ما ينفق فيه المال. نعم. بأي طريقة، لأن واجب الكفاية يعني يقوم به البعض، لكن الأمة تكون هي الدعم المساند لهذا الشخص الذي يقوم بفرض الكفاية. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم فضيلة الشيخ عصام. كان هذا مشاهدينا الكرام ربما نقاط مهمة جدا في الفصل الثاني من كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية، والفصل كان بعنوان واجب المسلمين نحو السنة النبوية، وتوقف الشيخ عصام مع ثلاث نقاط هامة هي آفات ثلاثة حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم: تحريف أهل الغلو، وانتحال أهل الباطل، وتأويل أهل الجهل، كما فصلهم فضيلة الشيخ عصام. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال أسئلتكم، ونبدأ بأول سؤال من على خدمة الواتساب.
هل يصل ثواب القرآن إلى الميت؟ وما الدليل على ذلك من القرآن والسنة؟ يعني مسألة قراءة القرآن إهداء هذا الثواب للميت مسألة مختلف فيها بين العلماء، بين من يجيز ذلك وبين من يمنعه. مسألة بقى الدليل، هو الدليل ما نقوله دلوقتي هو الخلاف الذي بين العلماء. من يرى أنه لا يصل يستدل بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فإني هنا ليس الإنسان إلا ما سعى، فهل قراءة القرآن من سعيه؟ لك لا. والرأي الذي يجيز يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وإن لا، العمل لا ينقطع بعدما يموت الإنسان، وإن ابن الابن الصالح من سعي الإنسان. واختلفوا في ذلك يصل، ولكن الراجح الذي نميل إليه أنه يصل إن شاء الله، ولا مانع لمن أخذ بهذا الرأي أو ذاك. جزاكم الله خيرا. نأخذ اتصال مشاهدينا الكرام. معنا الأستاذة سوزان من مصر، برحب بك يا أستاذة سوزان. شكرا جزيلا. أهلا بحضرتك، تفضلي يا فندم. أكلم فضلت الشيخ لو سمحت. الشيخ يسمعك على الهواء مباشرة، تفضلي. تمام. دلوقتي حضرتك، أنا جوزي لما جيت قدم لي جاب لي شقة مش صغيرة، يعني وقال إن هي شقة كبيرة، بعدين بعد ما اتخطبنا اكتشفنا إن الشقة صغيرة. فوالدي عشان أنا أفرت من الجواز الشقة الصغيرة دي، اداني شقة في البيت عنده، وقال له الشقة الصغيرة دي تبقى بتاعتكم تعملوا فيها أي مشروع لكم ولولادكم، يعني هي شقة بنتي برضه بس عشان هي مش عايزة الشقة الصغيرة هديكم أنا شقة عندي. تمام. جينا بعد فترة اختلفنا وانفصلنا. فهل الشقة دي تبقى من حقه بس أنا معايا بنت وولد، هل الشقة اللي هي بتاعته المفروض هو يوفر لي مسكن زوجية بالشقة دي، ولا أنا ماليش أحقية فيها؟ طيب، يبقى حضرتك دلوقتي بتسألي عن الشقة اللي هي أحضرها لك زوجك وليس والدك. بالظبط. أيوه. بتسألي دلوقتي بعد الانفصال هل هي من حقك؟ أيوه. أنت وابنك ولا لا؟ أيوه. حاضر. أيوه. ولا هو بيقول لي لا، أنت تقعدي في شقة باباكي، هي دي اللي أنت اتجوزتي فيها. طيب، حاضر يا أستاذة سوزان، بشكرك شكرا جزيلا. سؤال ثاني آخر. تحت أمرك، اتفضلي تحت أمرك. طيب تمام. هو برضو إحنا قبل ما ننفصل طبعا كان في قايمة بالعرش. ايوه. فهو خلاني امضي عليها، اتنازل عنها. خلاكي تمضي على تنازل عن عن القايمه. عن القايمه. تمام. طب يعني هل هو ضغط عليك مثلا او اجبرك على التوقيع على التنازل عن عن القايمه، ولا بالتراضي؟ هو هو خدها بطريقه هزار، اللي هو ايه، انت تقدري تكتبي الحاجات ديت، يعني عملها لي ان هو بيهزر. لا ثواني، يعني هو غرر بيكي، خدعك على انه بيهزر وانت مضيتي وهو مشى الموضوع جد؟ هو العش ده يهمك اكتر ولا انا؟ قلت له لا في العش. قال طب لو كده اكتبي لي ورقه كده ولاده. وقعد ايه يمليني الحاجه ويضحك ويقول لي اصل انا هبيعها، اصل انا افتكرته بيهزر. بس ده هزار طويل قوي. يعني برضه هو كان بيهزر. يعني تكتبوا قايمه كامله وانتوا بتهزروا؟ هي مش قايمه، هو مش كتب قايمه بقى، كتب ان كل محتويات المنزل اللي في المنزل رقم كذا تنازلت عنها لصالح لجوزي فلان الفلاني. وانت مضيتي وهو خد توقيعك دوت وخد تنازلك عن القايمه. وشالها. طيب، فانت سؤالك دلوقتي هل انت القايمه دي من حقك ولا مش من حقك؟ لا، هو حضرتك هو لا في حاجه ثانيه. لا طيب. مش كده، معلش اصبر عليا شويه، هي بس قصه شويه طويله. فهو حضرتك راح جيت بعد كده ما جينا هندخل في انفصال بقى، بقول له هات يعني انا هي ما فيهاش حاجه عندي، ولا هاخد العفش ده كله، العفش ده بتاعي. فاخويا راح جايبه بصراحه بصدق يعني في بيته على ان احنا هنصلك، وراح مكتفه وقال له لا انت تمضي تاني قايمه لاختي تاني اللي هي حاجتي بقى فعلا. تمام. فهو لما ماشي مضاها وجي بقى رافض كمان يدفع نفقه لاولادي ولا يدفع لهم اي حاجه، بيقول ما كفايه ان انا مضيتوني القايمه تاني وكتفتوني خدت مني القايمه، رغم ان الفرش ده والدي اللي جايبه كله. طيب دلوقتي انتوا في الاول، هو كده الموضوع فيه شقين. في الاول موضوع القايمه ده حصل فيه ان هو كنتوا بتهزروا فمضاكي عن تنازل على القايمه، وبعد كده قلب هو الموضوع لجد، فبعد كده اخوك جابه وضغط عليه او كتفه يعني وقال له انت لازم تمضي على القايمه دي تاني، فمضى على القايمه تاني. فهو دلوقتي بقى مش بيدفع النفقه
مقابل ان انتوا ضغطتوا عليا وكتفتوني وخلتوني امضي لكم على القايمه. وخدت وشي، رغم ان زي ما بقول لحضرتك يعني ثلاث ارباع حاجه البيت، لان هو كانت ظروفه ضعيفه شويه، والدي اللي جايبها مش هو كمان اللي جايبها يعني. حاضر حاضر يا استاذه سوزان، بشكرك شكرا جزيلا. طيب ناخد ام اسلام من مصر، برحب بيك يا ام اسلام. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ تمام تحت امر حضرتك، اتفضلي ربنا يكرمك. بعد اذنك بس عايزه الشيخ عصام يرد عليا، هو دلوقتي بيتكلم على الفايده اللي هي الثابته او العائد الثابت. ايوه. ان ده هيكون ربا. الفايدة الثابتة أو العائد الثابت بيكون ربا؟ تمام. هو الشيخ عصام ماشي كده؟ ماشي. فأنا دلوقتي أنا حاطة فلوسي، يعني أنا كنت حاطاهم في بنك إسلامي. أيوة. ماشي، فطبعًا البنك ما بيجيبش حاجة. يعني المبلغ قليل، وأنا يعني ليا ظروف، يعني أنا أرملة وأنا اللي يعني أنا اللي قايمة بمصاريف نفسي. تمام. ماشي، فدلوقتي الشيخ عصام بيتكلم على ان الفايده الثابته انا حطيتهم، هم مبلغ 80,000 جنيه انا. أيوه. حطيتهم شركه في عربيه. ايوه ماشي، فدي العربيه دي بتطلع لي عائد كل شهر 1200 جنيه، يعني ده باتفاق ما بيني وما بين اصحاب العربيه، يعني احنا اكتر من واحد. تمام ماشي، فدلوقتي الشيخ عصام بيقول ان لو هي ثابته ده ربا، طب انا في الحاله دي اعمل ايه؟ انا بقالي حوالي مثلا سنتين على الوضع ده. لا مش انت دلوقتي شلت الفلوس من البنك وحطيتيها في عربيه، والعربيه بتجيب لك زي راتب شهري ثابت 1200؟ تمام. وده بالاتفاق مع الشركه وكله تمام؟ ايوه بالظبط كده. طيب حاضر، الشيخ عصام هيرد عليكي. حاضر. انت عايزه تعرفي ال 1200 دول، ال 1200 دول عشان هم ثابتين هم كده حرام ولا حلال، صح؟ ايوه بالظبط. الله يكرمك يا رب، الله يكرمكم. حاضر، بشكرك يا ام اسلام على اتصالك، شكرا جزيلا. ماشي. طيب. شكرا، الف شكر. الله يكرمك. نروح للاستاذه سوزان من مصر. الاول كانت بتتكلم ان زوجها لما جه يتقدم لها كان جايب، قال لهم هجيب شقه كبيره، وبعد لما جم يتجوزوا جاب شقه صغيره، وبناء عليه الاب كان ميسور الحال فما رضاش ان بنته تقعد في شقه صغيره، فقال له فاداها شقه عنده في بيته، وقال لها برضو الشقه دي تفضل شقتك بس انتوا تقعدوا هنا عشان ايه يبقى البيت واسع ويكرمهم، يعني يكرم بنته وزوجها. فلما حصل كده وحصل انفصال ما بين الست وزوجها، زوجها قال لها لا انت تروحي تقعدي في شقه ابوك، الشقه دي مش من حقك، اللي هي شقه الزوجيه اللي هو كان احضرها دي. فبتقول الشقة دي من حقي أنا وابني ولا مش من حقنا؟ أولاً الزوجة إذا طلقت ومعها وهي حاضنة لطفل فلها حق السكنة. أيوه. لها سكن. فين بقى يدبروا الزوج؟ شقتها، إنما مش مسألة لازم شقتها دي أو أي شقة، إنما لها حق السكنة. نعم. ولها النفقة، لأن هي في النهاية هي التي تحط يعني حاضنة لهذا الطفل. ده انما بقى شقه ابوها دي بتاعتها من ابوها او بتاعت. أيوة. ابوها اصلا. تمام. فانما مساله ليها الشقه ولا الشقه من حق الزوجه ولا كم، ده كلام، ده قوانين. اما الشرع فان هي ما دامت حاضنه فلها نفقه للحضانه ولها سكن. ايوه سكنه، هو يدبره بقى ايجار في مكان في كذا، دي مساله هو ملزم بها ما دامت. تمام. حاضنه لهذا الابن. ما يقولهاش بقى اقعدي في شقه ابوك اللي انت عايزاه. قالوش لا، ليس له، ما يلزمهاش انها تقعد بحاجه من جيبها. تمام. طيب ده اول سؤال. سؤالها الثاني بتقول قبل ما كنا نتطلق وبتاع الكلام ده، فهو قعد يهزر وقال يعني كلمه بقى يعني القايمه دي اهم من مني والحاجات مش عارف ايه وبتاع، فقعدوا يهزروا قام مضيها على القايمه تنازل عن القايمه. فلما مضاها تنازل على القايمه وانفصلوا قال لها انت مالكيش قايمه عندي والكلام ده كله. فاخوها جابه وكتفه في البيت ومضاه على القايمه، قال له انت غررت باختي فلازم تمضي على القايمه بتاعه اختي، فمضاه على القايمه دي. فبعد كده زوجها قال لهم خلاص مش انتوا عملتوا كده، انتوا بقى مالكوش نفقه عندي، ومش راضي يدفع النفقه ورافض يدفع نفقه زوجة ورافض زوجته المطلقه يعني وابنها. طيب ده كلام يحتاج المحامين، مش محتاج مشايخ. ما فيهوش شرع يعني؟ لا ما هو في شرع في النهايه، لا ده كنا بنهزر. منين انا اقدر اثبت ان بنهزر؟ انا ما اقدرش اثبت لاني ما سمعتش الطرف الثاني ان لا كان طيب كان هزار ما كانش جد. هزل خلاص، وانها وقعتها من باب الهزل
خلاص ماشي الهزل يسقط في هذه الحالة، وهو مكره خلاص ما المكره الآخر يسقط عنه ويثبت حقها في حق اللي زيها ايه؟ القايمة بتاعتها الشرعية. ايوه خلاص. النفقة، لا النفقة ده حق. طب اللي انا فهمته دلوقتي حياتك ده طلعت الاجبار وطلعت الهزار الهزمة، لا 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 ده يقع، ده وخلت بقى القايمة القايمة الحقيقية بتاعتها، هات القايمة الحقيقية وضل، وده ده ملزم بيها. والنفقة ملزم بيها كذلك، وملزم ايضا بالنفقة. طبعا نفقة بحكم ان عنده ولد منها شرعا وقانونا، وهي الحاضنة له ما دام ان هي حاضنة للابن لها نفقة الابن. تمام جزاكم الله خيرا. بعد كده جات لنا ام اسلام بتقول ان هي حاطه فلوسها، كانت حاطه فلوسها في بنك اسلامي، والفايده اللي كانت بتيجي ما كانش بيجيب اي حاجه ارباح يعني. وهي طبعا كانت يعني هي بتقول ان هي ارمله فبتصرف على نفسها وما فيش اي حد بيصرف عليها، فخدت الفلوس بتقول تقريبا حوالي 80,000 حطتهم شركه في عربيه، شراكه في عربيه، العربيه دي بتشتغل بس الشركه دي بتجيب لها العائد الشهري 1200، فهي خايفه ان يكون ال 1200 دول بما انهم ثابتين بيجوا كل شهر يكون فيها حرمانيه. لا ليه مثبته المبلغ؟ هو الشراكه اصلا شراكه. فانت راس المال بتاعك يمثل كام من راس المال بتاع العربيه؟ نسبته كام؟ 20-30. يبقى انت ليكي نفس النسبه في الارباح. ايوه تكسب 1000 تكسب 2000 تكسب زياده. الثبات طبعا يعني لعل من هناك من يجيزه، لكن في انما ده فرق بين البنك، البنك ده مش شراكه. أيوة. البنك ده تجاره في المال. تمام. انما ده انت شراكه في سلعه بتزيد وتقل، فهنا لكن التثبيت ده اللي في حد ذاته مش قادر استوعب منين يجي يعني. يعني ممكن يا شيخ، لكن راي الشرع الافضل انا ممكن مثلا الافضل ان هي انت 80,000 تمثل كام من راس مال العربيه؟ من ثمن العربيه؟ ايوه 50-20-30 ده نسبتك في الارباح. تمام. ويتخصم بقى منها الصيانه والكلام ده واجره السواق اللي بيسوق عليها، خلاص ده كل ده بيتخصم. طيب. وانا وبقيه الشركاء صافي الارباح بتاعنا على قد راس المال اللي احنا دافعينه، كل واحد بيأدي نسبته، ده الصح. طيب هو ساعات مثلا موضوع ثبات الراتب ده بيجي ازاي؟ ان مثلا احنا بنشتري عربيه، احنا اربعه بنشتري عربيه مثلا ب 100,000، كل واحد فينا دافع 205 او 25,000. طيب ال 25,000 دول احنا بندفعهم، بنشتري العربيه بنأجرها لهيئه او مؤسسه حكوميه، فهي المؤسسه الحكوميه بتدفع مبلغ ثابت كل شهر مقابل العربيه. تمام لو كده ماشي. ده اسمه، بس اسمه هنا في النهايه ارتبط بايه؟ بناخد هنا بس بتقول المبلغ ثابت. ثابت ليه؟ معلش ان ثابت عشان نسبه. ايوه انما لو واحد بيشتغل يقول لك مالكوش عندي حاجه، ليكوا اديك كل شهر المبلغ ده ومالكوش دعوه بيا. ايوه لا دي هنا اللي يبقى فيها وان كان هيجيزوا اجازوا البعض. تمام. لكن فيها في نفس الشيء، لان في النهايه هذه شراكه على راس المال، وانت يعني معناه مضاربه، انت بجودك واحنا بالفلوس. تمام. فعلينا المكسب وعليك المكسب، علينا وعليك المكسب والخساره. ايوه خلاص. انما لو بنوديها في شركه واحد اداها لنا وخد نسبته وخلصت، وده اللي بيتقسم علينا، ده ثابت، لكن وارد انها تزيد بعدين. ايوه افترض الشركات دي غلت اللي زودت الايجار. أيوه. بتزيد برضو. لو ده جاي من شركه ده لا مانع، ده اسمه في النهايه برضو ده ايجار عربيه عند حد. تمام جزاكم الله خيرا. معانا اتصال ولا ناخد سؤال من على الواتساب؟ ناخد سؤال من على الواتساب. لدي قطعه ارض انا وزوجي نحتفظ بها لزواج ابنائنا الكبار ولاكمال تعليم الابنه الصغيره وزواجها حال احتياجنا لذلك، فأرجو من حضراتكم بيان كيفية إخراج الزكاة عن هذه الأرض. هو الأصل ما دام هي أعدت للتجارة واضح أو للبيع فمعناها بتزكى عن كل عام، أو إذا كانت ملهاش زبون بننتظر لما تتباع ونزكي عنها لمرة واحدة. ده نعم. رأي وده رأي. هو هي كده مش تجارة، هو بيقول هنحتفظ بيها لزواج أبنائنا الكبار. وليكن. في النهاية ده مال مكنوز. تمام. يزكى. طيب تمام جزاكم الله خير. معنا اتصال من مصر. استاذ هاشم برحب بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. والله يا انا كان ليا سؤال بس الحقيقه انا مش عارف ده يعني ليه علاقه بالدين ولا مش هو يعني. قول السؤال وان شاء الله ربنا يكرم كده ويفتح على الشيخ عصام ويجيبك عنه ان شاء الله، اتفضل. اتفضل يا استاذ هاشم. طيب استاذ هاشم. الو انت معايا يا استاذ هاشم؟ اسمعنا من التليفون. معاك يا فندم معاك. طيب اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون خالص، قول سؤال حضرتك اتفضل. انا مش شايف التلفزيون، انا سامعك حضرتك. طيب اتفضل قول سؤال حضرتك. والله انا هنقول لك انا كان عندي ام الله يرحمها زي كده قبل ما تتوفى
الو انا سامعك، اتفضل. اقول لك قبل ما تتوفى زي كده قعدت نقرا جنبها قران، قعدت نقرا سوره البقره. تمام. أيوة. تمام. فجاني وسواس تفوتني زي كده، انا كنت يعني كنت قاعد جنبي، يعني هي تحتضر يعني هي تتوفى. تمام. نعم. فجاني وسواس ودني زي كده، انا نقرا سوره البقره، يقول لي يعني كل اللي يعني سيدنا موسى يعني زي كده، يعني كنت بقرا يعني سوره البقره، فقريت يعني قصه سيدنا موسى سوره البقره. أيوة. فكان يعني يجي له وسواس يقول لي يعني مثلا انت يعني سيدنا موسى توفى مثلا والناس اللي معاه دول توفى، يعني اشمعنى امك يعني هي توفى؟ فكنت مستعيذ بالله زي كده ونكمل قرايه ونكمل قرايه، وفجاه زي كده فاهمني يجي لي نفس الوسواس ثاني ويقول لي ايه امك هتموت، امك هتموت، وفجاه زي كده يعني امي احتضرت انا وانا اقرا سوره البقره، فمش عارف يعني زي كده يعني كان ايه ده يعني ارجو يعني ودني فضيله الشيخ. طيب بشكرك يا استاذ هاشم ونحاول نجيبك ان شاء الله. لو يا جماعه حد سمع معايا السؤال كده يساعدني في السؤال، لان انا الصوت ما كانش واضح خالص. انا اللي انا فهمته ان هو كان والدته بتحتضر وكان بيقرا سوره البقره، ووصل لقصه سيدنا موسى في سوره البقره، وبعدين جاله زي هاتف او نداء ان والدتك هتموت او حاجه زي كده، فبيقول انا مش عارف دوت ايه او تفسيره ايه. ده اللي انا فهمته من السؤال. عادي يعني قد يكون هاتف شيء بداخله توهمه، شيء غير التوهم، ليس لي عند ليس عندي تفسير. هو نفسه بيقول يعني انا مش عارف ده سؤال في الدين ولا لا، يعني لا ما عنديش تفسير له، يعني ليس عندي تفسير. تمام. ربنا يرحمه وتقبله في الصالحين. يعني. اللهم امين يا رب، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. طيب استاذ شوقي من مصر، برحب بيك يا استاذ شوقي. برحب بيك يا استاذ احمد قوي. اتفضل يا فندم. احمد. تمام والله الحمد لله، ربنا يعزك يا رب. سلام الشيخ عصام تليمة. بيسلم على حضرتك، ربنا يكرمك. الاستاذ العربي بس اسال الشيخ سؤال. استاذ عصام، الشيخ عصام لو سمحت بس، هذا كان حصل موضوع الطلاق، كان صدر مني يمين طلاق. تمام. هو بيقول يا شيخ عصام ان هو صدر منه يمين طلاق. اتفضل يا استاذ شوقي. واتكرر يا استاذ احمد تقريبا مرتين او اكثر، ومراتي وقعته. يعني على سبيل المثال بجوارنا مطعم، فانا رميت يمين على ان بنتي ما تروحش تجيب منه. تمام. قلت لها عليا الطلاق، ما تروح تجيب منه تاني. ايوه. وحصل ان البنت مامتها عفويا كده قالت لها روح جيبي. ايوه عادي. والباباكي يعني انت قلت لبنتك، انت قلت لبنتك يا استاذ شوقي قلت لها عليا الطلاق ما تروحي تجيبي من المطعم ده تاني. كنت بتوجه الكلام ده لمامتها ان هي ما تبعتهاش، ولا بتقول لبنتك انت كده نفسها؟ لا بقول للبنت قلت للبنت. والام كانت حاضره؟ لكن مامتها مامتها كانت حاضره وهي اللي بعتتها. جابت وقالت لها روح، وقالت لها روح. هو نيته ايه؟ باباكي نيته ايه؟ طيب استاذ شوقي، استاذ شوقي والطلاق ده. نعم. بالراحه بس يا استاذ شوقي، حضرتك وانت بتقول لبنتك كده وزوجتك كانت واقفه، كانت نيه حضرتك ايه؟ نيه حضرتك ايه؟ انك تهددها مثلا، ولا انت كنت بتقول طلاق فعلا؟ لا ابدا مش طلاق فعلا، لا كان تهديد يعني؟ يعني عشان يعني هي اللفظ طلع مني كده غصب عني برضه. لا بص يا استاذ شوقي، نيته ايه؟ استاذ شوقي بص، الشيخ عصام بيسال سؤال محدد ولازم تكون الاجابه محدده يا استاذ شوقي، مش هينفع نعوم الدنيا. حضرتك قول لي نيتك ايه بالظبط دلوقتي وانت كنت بتقول اليمين ده؟ لا نيتي مش طلاق طبعا. ما كانتش نيته طلاق. خلاص هو ونيته، شو هو هدد بذلك؟ خلاص يكفر عن ذلك بيمين، كفاره يمين. طعام 10 مساكين او صيام 3 ايام وكسوتهم. سمعت يا استاذ شوقي؟ يا استاذ احمد متشكرين جدا يا استاذ عربي، واقول كلمه بس اتفضل بسيطه جدا. اتفضل. طيب انا بشكرك يا استاذ شوقي، انا صوتي اتقطع، بشكرك على اتصالك واتمنى ان شاء الله ان تكون الاجابه وصلت لحضرتك. طيب ابو الياس من المغرب، برحب بيك يا ابو الياس. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. يا شيخ سؤال من حضرتك، لدينا هنا في المغرب
بعض التغييرات على بالنسبة للصلاة وبالأخص تسليمة واحدة. نعم هذه الأشياء لم نكن نواظب عليها من قبل. فجاءت هذه التغييرات. نريد من فضلكم أن تبينوا ذلك. هو بيقول بعد بتقول حضرتك ان انت سلمت تسليمه واحده؟ نعم لا 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 هنا في المغرب كنا نسلم من عادتنا نسلم تسليمتين اثنتين شهرا ثم اختصرت هذه التسليمتين بتسليمه واحده اصبحت ربما في المغرب كافه. ده في الصلوات كلها؟ أصبحت نعم أصبحت يعني ربما أصبح واجبا تسليمة واحدة فقط جهرا في كل الصلوات المفروضة. نريد أن تبينوا ذلك من فضلكم. حاضر. أنا على حسب ما أنا فهمت السؤال من حضرتك يا أبو الياس أنه هو بيقول أنه كنا بنسلم تسليمتين في نهاية كل صلاة أصبح الآن في المغرب تسليمة واحدة في نهاية كل صلاة فنريد أن تبينوا لنا هذا الأمر. ده فين في المغرب الكلام ده؟ مش عارف. أصبح في المغرب شيء عام يعني؟ أنا أسمع مثال. هو يا جماعة أنتم استمعتم معايا السؤال؟ شوف السلام التسليمة الأولى هذه الفرض أما الثانية سنة لكن مش معناها سيبها. لو تواطأ ناس عامة عليها لا طبعا ما ينفعش. إنما لو واحد نسي واحد لشيء ما لا. تمام. إنما ده يبقى مبدأ عام لا يبقى مخالفة للسنة. فما اظنش ده في المغرب يعني. ايوه طيب تمام. ناخد سؤال من على الواتساب يا جماعه يلا بينا. ما حكم الاسلام في قتل النمل؟ هل عليه اثم؟ اذا كان في بيت ويضر بالناس ويضر بهم فلا اثم فيه. نعم. لكن لا يكون بالحرق لان لا يحرق بالنار الا رب النار كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا يؤذي لا مانع وده اللي حدث مع احد الانبياء أن قرصته نملة فأحرق قرية نمل فأوحى. نعم. الله إلي لأجل نملة قرصتك أحرقت أمة تسبح الله. أيوة. معناه لو اللي قرصتك يعني لضرر. أيوة. لو حاجة في ديت بتضر تقرص أولاد تأذيهم ماشي إنما بره بيت في بره حاجة لا ده اللي منهي عنه ولا يكون بالحرق إنما بمبيد حشري بأي شيء لا يكون فيه الحرق لأن الحرق منهي عن ذلك شرعا إذا كان لضرر. تمام جزاكم الله خيرا. ناخد معنا الأستاذ محمد من السعودية. برحب بك يا أستاذ محمد. حال. استاذ محمد ايوه زي الحال زي حضرتك. تمام والله الحمد لله اتفضل يا فندم. ولا حاجه والله هسال سؤال بس يعني بالنسبه للهاشتاج اللي انتوا عاملينه بتاع انت مش لوحدك واسال الشيخ عصام هذا مش ممكن يكون تحريض يعني مثلا الهاشتاج حضرتك بتقول بتتكلم عن الهاشتاج اللي هو اطمن انت مش لوحدك بتقول هل ده ممكن يكون تحريض؟ تحريض مش ممكن يكون ده تحريض. تحريض على ايه؟ طب يعني لما انا اقول لحضرتك اطمن انت مش لوحدك انا كده حضرتك على ايه؟ على ايه؟ لا استاذ احمد انا عايز اعرف هل هو ده مش يكون تحريض ام لا؟ انا مش فاهم. لا انا مش سامع السؤال والله. لا الهاشتاج اللي معمول عندكم على القناه اللي هو ايوه انا عرفت الهاشتاج اللي هو معمول اطمن انت مش لوحدك حضرتك بتقول هل ده يعتبر تحريض ولا لا صح؟ ايوه هل ينفع؟ ما هو اغتيان دم يعني يا جماعه وانا سامع صح ولا غلط؟ ايوه بس ايه نوع التحريض اللي فيه هنا؟ طمن انت مش لوحدك انت أيوة. كده بتخلي يعني تطلع تتظاهر تطلع تقدم في الناس هذه مصر مش ناقصه يا جماعه يعني والله بدون الفاظ خارجه مني يعني يا استاذ محمد يا استاذ محمد حضرتك ليه نصل حضرتك ليه نصل الالفاظ الخارجه طب ما انا بس عايز اسمع سؤال والله يا استاذ محمد تيجي بعد قدامك يا استاذ محمد سؤال واحد بس انت مؤيد لاحداث 30/6 و3/7 ولا ضدها؟ نعم انت مع مظاهرات وتأييد لاجراءات 30/6 و3/7 ولا معاها؟ أنا لا مع 25 يناير ولا مع 30/6 خلاص جزاك الله خير. حاضر ده رأيك ومبدأك وربنا يجزيك عليه خير أشكرك. حاضر أجاوبك على السؤال. هنجاوبك يا أستاذ محمد حاضر خلاص. بشكرك شكرا جزيلا. بس كنا نسمع صوته وقتها يعني. أيوه إذا كان ده رأيه ومبدأه خلاص ده رأيه. تمام ده راجل لا مع حد ولا إني مع ناس تنزل مع مبارك ولا ضد مبارك ولا بعد ولا مع مرسي ولا ضد مرسي خلاص ده رأيه. تمام ومحدش لا اللي هنا سمع رأيه ولا اللي هنا سمع رأيه. أيوه يظل رأي من الناس. نعم. هل ده تحريض؟
لا هذا ليس تحريضا. نعم. التحريض حتى التحريض شرعا في تحريض على الحلال وفي تحريض على الحرام. يعني ربنا قال انه حرض المؤمنين اي حرض على ايه؟ القتال. على القتال ضد الكفار في المعارك. فالتحريض في حد ذاته ليس الممنوع هو يربطه بقوله تعالى وتعاونوا على البر, على البر والتقوى. والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي تحريض على البر والتقوى أمر الناس ده طاعة. أي تحريض على الإثم والعدوان هذا حرام لا يجيزه الشرع. بس تحت بقى المعنين دول رص تحت منه ما هو من البر والتقوى ما هو من الإثم والعدوان. تمام. بس أنا بس بشكر أستاذ محمد على تأدبه في السؤال وإن الراجل بيسأله وبيستوضح وده أي حد محترم ودي وجهة نظر إحنا بنحترمها جدا. وكذلك وضح الشيخ عصام أن اطمن أنت مش لوحدك ليست حملة تحريضية وأصل بذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان هذا برا وتقوى فهو تعاون على الطاعة وإن كان إثما وعدوانا فهو حرام ولا يجوز شرعا. بشكرك يا أستاذ محمد. طيب ناخد سؤال بقى من على الواتساب. بعض الإخوة قالوا لا تقرأ في الركعتين الثانيتين أي سورة لأنه لا تصح صلاتك فماذا يقول الشرع؟ يعني الركعتين الثانيتين اللي هو الثالثة والرابعة. تمام. ليس من السنة القراءة فيه بأي شيء إلا الفاتحة. تمام. تمام. بس طيب واحد أخطأ أو نسي الصلاة صحيحة يسجد سجود السهو لأنه زاد. لكن الصلاة باطلة. باطلة لما يكون هو متعامل لا أعلم وأنا لا أنا عاجبني فبشرع. هنا تبطل العبادة لأنه معناها شرع بما لم يأذن به الله. نعم. شروط صحة العبادة شرطين مهمين. أيوة. الأعمال الإخلاص وأن يكون موافقا للشرع. تمام. لا زود ولا نقص. نسي سهى على حسب أحكام الإيه النسيان والسهو. طيب معلش جاي لنا سؤال على البث المباشر والسائل أو السائلة تقول يعني إن هي عايزة إجابة ضروري بتقول من فضلكم ضروري جدا الإجابة هل يجوز دفع زكاة المال لأبناء أخي المعتقل ظلما مع العلم بأنه العائل الوحيد للأسرة وليس لهم مصدر دخل غيره؟ ما دام ليس لهم مصدر غيره وليس عنده مال وليس عنده أي يسري عليه أحكام الزكاة الفقير والمسكين والغارم فشرعا يعني هي الأولى أن تعطي لأبناء أخيها هم أحق. تمام. برحب بابا احمد من السعوديه. برحب بك يا ابو احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد. نعم. احمد عندي سؤال معلش بس اطول فيه شوي. تحت امرك اتفضل يا ابو احمد. طب يعني هو الخط قطع كان نفسي اسمع سؤالك يا ابو احمد. حاول تكلمنا مره تانية وان شاء الله نسمع سؤالك على الهواء مباشره. شكرا ليك يا ابو احمد. حد بيقول لنا أنا يا شيخ سوف أقوم بالعمرة هذا الوقت وأخذ أمي معي ولكن لي أخ لا يملك المال وظروفه صعبة فهل لي أن أخذه معي وما جزائي؟ يعني هو هيطلع يعمل عمرة هو وأمه خلاص وهيهدي تاني يعني هيهدي بيها يعني وقادر ربنا مديله لا مانع شرعا وكل ثواب يعني على ذلك ثواب الأجر مثل أجر فاعله. نعم نعم جزاكم الله خيرا. ناخد بقى سؤال من على الواتساب. الزواج العرفي أصبح ستارة لبيوت دعار فهل من معالجة لهذا الأمر في حدود الشرع الحنيف؟ أنا مش حكومة. المعالجة لذلك معنى الزواج العرفي زواج عرفي تسري عليه أحكام العرف إذا كان جائزا أو حراما. إن ده ستار لبيوت دعارة. أيوة. الدعارة يعني الزنا حرام شرعا لا يلتقي الزواج والزنا. تمام. أبدا. ما السبيل لمنع ذلك؟ على كل على دور الإعلام يقوم بدوره المشايخ تقوم بالوعظ الدولة تقوم بالتقنين السلطة التنفيذية تنفذ ذلك الأمر. تمام. جاي لحياتك رسائل كتير من العراق. تحياتنا للشيخ عصام من العراق الله ينور يا مولانا وما شاء الله بقى التفاعل مع حملة اطمن انت مش لوحدك كتيرة جدا على البث المباشر. هاشم اطمن انت مش لوحدك. محمد بيقول اطمن انت مش لوحدك. زينب ايضا اطمن انت مش لوحدك. ابراهيم السيد اطمن انت مش لوحدك. يعني ما شاء الله في تفاعل كبير جدا مع الحملة والنهاردة الاربع ان شاء الله هيكون في يعني انطلاق أو تفاعل جديد مع الحملة هيطلقوا معتز مطر مع حفظ الألقاب ومحمد ناصر الشرق ومكملين هيطلقوا فاعلية جديدة النهاردة الأربع إن شاء الله هيطلقها معا معتز مطر ومحمد ناصر وبيقولوا لكل الناس اطمن أنت مش لوحدك وأكيد هيعلنوا عن حاجات النهاردة بالليل بإذن الله استكمالا لهذه الحملة. خلونا بقى ناخد معنا اتصال الأستاذ محمد من إيطاليا. برحب بك يا أستاذ محمد. السلام عليكم.
يعني ربنا يكرمك يا رب ويكرمكم جميعا للخير. وإياكم يا رب. الشيخنا الفاضل قال حرض المؤمنين على القتال ضد الكفار أو يكون نغير الأمة. دلوقتي هيجي من تحت إيدينا عايزين الناس بتوعنا. الصوت أستاذ محمد الصوت مش واضح، بس أنا سمعت إن حضرتك بتقول إن الشيخ عصام بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول حرض المؤمنين على القتال. القتال. الأمر بالمعروف. طب الناس اللي عايزين نعرف اللي في مصر اللي في الإدارات القضاء والجيش والشرطة اللي هم الناس الكويسة دلوقتي. ما يكتبوا لنا تقاريرهم من الزمن المالية بتاعت الناس دي من دلوقتي عشان نعرف الفساد بتاعهم إيه. نفس الكلام اللي أنا عايز أوصل. التعديلات الدستورية بيقولوا النهاردة هتيجي في إبريل أو مايو. هنقول لا ازاي عن طريق بالونهم طياره في الجو يعني؟ يعني عايزين نقول لا يعني خلصنا من حسن مبارك جالنا واحد اسمه سيسي، احنا ما نعرفش دلوقتي كام سيسي مستخبى كمان، احنا عايزين نعرف مين اللي معانا ومين اللي ضدنا، خصوصا في المؤسسات اللي ماسكه البلد القضاء والجيش والشرطه، كل واحد عنده ضمير جواهم يقول لنا عشان نقنع الناس احنا بنتسرق قد ايه من الهيئات دي. جيش وشرطة وقضاء وإعلام وفنانين. طيب أنا بشكرك يا أستاذ محمد، وحياتك قلت رأيك، أنا اديت لحياتك المساحة تقول رأيك رغم أن البرنامج يعني الأسئلة الدينية فقط، ولكن بشكر حياتك على اتصالك والناس سمعت رأيك ووجهة نظر حضرتك اللي قلتها على الهواء مباشرة. طيب ناخد بقى سؤال من على الواتساب. ما هو النمص وهل تنظيف الحواجب من النمص؟ يعني جاوبنا كثيرا. ناخد سؤال آخر. استفيد بأسئلة أخرى. ما حكم صلاة الجنازة للمرأة؟ جائزة شرعا إلا إذا كان في ترتب على ذلك فتنة. نعم. الأصل فيها من الصفوف تسوى طبيعي. أيوه. الرجال فالأطفال فالنساء. تمام. تصلي. لكن طيب. الأولى طبعا إذا كان هناك فتنة فلا داعي. نعم. جزاكم الله خير. ناخذ سؤال آخر. إذا سمحتم أنا نظرت نذر نظرت نذرا بداخلي دون تلفظ بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا وجب علي. إذا نوى وعزم عزما أكيدا بنيتي فهو كالقول. نعم. نأخذ سؤال آخر. ما حكم الطاعة العمياء لريس في العمل حتى لو كان في ظلم الناس وإهدار كرامتهم ولو خالفت في قطع عيشي؟ لا توجد شيء اسمه الطاعة العمياء، إذا كان في محرم فلا يجوز شرعا، قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال كذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والرزق ينال برضا الله. نعم. إن روح القدس نفث في روعك كما قال صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. نعم. مش بالذل. أيوه. جزاكم الله خيرا. نأخذ سؤال آخر من الواتساب، يلا بينا. هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي من دون علمه؟ لا يجوز شرعا. أيوه. التصدق من مال الزوج بدون إذنه. نعم. صدق لابد من الإذن. تمام. إنما تأخذ للإنفاق على بلد إذا كان يمنع تأخذ، كما قال صلى الله عليه وسلم للسيدة هند بنت عتبة حينما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولعطيه، قال خذي ما يكفيك ولدك بالحق. تمام. نأخذ سؤال آخر. يمنعني زوجي من زيارة أهلي لرفضي أن أحتفظ بميراثي وترك الميراث لوالدتي، فهل أطيعه في ذلك؟ وما حكم الشرع في ترك الميراث لأمي أم أخذه لبيت زوجي؟ هي حرة في قرارها في مسألة الميراث، هذه ذمتها المالية، هي حرة فيها. نعم. تركت للأم كذا، يا لها الحرية. وإن كنت أنصح في ذلك لا مانع أنها تقسم المال قسمة شرعية، تعتبر كأنها يعني انتقلت للرفيق الأعلى، هتدي الأم في هذه الحالة السدس اللي عندها أولاد وتحتفظ بباقي المال، وبذلك تكون يعني أرضت الأم بشيء ما، أو تقسمه بين يعني تعطيها جزء وتتناول وتأخذ جزءا آخر تنازل عن كل هذا حقها، والأولى بالزوجة لا يجبرها. نعم. لكن إذا أرادت يعني توازن تعطي الأم جزءا اللي هو في حدود السدس أو يزيد قليلا، بس ما يقلش عن السدس. أيوه. والباقي تبقيه له ولأبنائها، لكن ليس من حق الزوج الإجبار على ذلك وأن أمرها بالعدم الزيارة، لا هذا لا يجوز شرعا، ده أمر بمعصية. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ عصام. عايز أقول لحضرتك ما زالت يعني الجميل أن البرنامج ما شاء الله خدمي وتفاعلي في خدمة الناس، والناس بتقدم أن هي تدعم الحملة على أن هي تسأل وتستفيد، وبرغم ذلك يعني طالبة الفردوس اطمن أنت مش لوحدك، رؤى اطمن أنت مش لوحدك، نور اطمن أنت مش لوحدك، سامي بيقول اطمن أنت مش لوحدك، حرية الجنة وأم أنس
تحياتنا ليكم جميعا مشاهدينا الكرام، بدأتوا الحملة بدري ومستمرين، إن شاء الله ربنا ينفع بكم جميعا ويتقبل من كل إنسان يتحرك من أجل النهوض بهذا البلد وتحرير البلد مما هي فيه. بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عصام، ونفع الله بكم وبعلمكم. مشاهدينا الكرام أشكركم شكرا جزيلا، إلى أن ألقاكم في قادم المواعيد، دمتم في أمان الله.